بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم سادتي الكرام سيداتي الكريمات في برنامجكم برنامج المسلمون في الغرب. موضوعنا اليوم هو التحديات التي يعيشها المسلمون في الغرب في موضوع الزواج. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فجعل الله سبحانه وتعالى الزواج آية من آياته. عندما يصف الله سبحانه وتعالى شيئا بأنه آية وهو العظيم الخالق، دليل قاطع على أهمية هذا الشيء. فلا يوجد مجتمع صالح بغير أسرة صالحة، ولا يوجد أسرة توجد أسرة صالحة إلا إذا تم الزواج بالطريقة السليمة وعلى أفضل وجه. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فبدأ هذه الآية بكلمة التقوى وختمها بكلمة التقوى، دليل كذلك على وجوب أن يتقي الرجل والمرأة الله سبحانه وتعالى في هذه الأمانة التي هي أمانة الزواج، وهي نعمة كذلك يمن بها على عباده. لكن السؤال الذي يطرح اليوم: ما هي التحديات التي يعيشها المسلمون في موضوع الزواج؟ وما هي الأسس التي يتم اختيار الزوجين عليها؟ وما هي التحديات والمشاكل التي يعيشها أبناء المسلمين، بنات وأولاد من المسلمين من أصول غير غربية، ومن المسلمين الذين اعتنقوا الإسلام وهم من أبناء الغرب؟ وما هي المشاكل والتحديات التي يتعرض لها أبناء المسلمين من أصول عربية وغير غربية، ومن الغربيين الذين اعتنقوا الإسلام في موضوع الزواج؟ ما هي السلبيات لهذه العقود العرفية، هذه العقود التي لا تثبت حقوقا ولا توجب واجبات؟ ما هي النتائج السلبية لهذه العقود؟ ما هي النظرة الشرعية لهذه العقود؟ من أجل هذه الأسئلة وغيرها استضفنا معنا أصحاب الخبرات الميدانية وأصحاب المعارف العلمية والفقهية والشرعية للإجابة عن هذه الأسئلة وذلك. ابقوا معنا بعد الفاصل في برنامجكم برنامج المسلمين في الغرب على قناتكم قناة اقرأ. أهلا وسهلا بكم سيداتي الكريمات سادتي الكرام في برنامجكم المسلمون في الغرب على قناتكم قناة إقرأ. دمتم أوفياء لنا في موضوعنا اليوم، موضوع تحديات الزواج لدى المسلمين في الغرب. استضفنا أصحاب خبرات ميدانية ومعارف نظرية وأكاديمية. استضفنا معنا الأستاذ الشيخ أنيس قرقاح، عضو لجنة الفتوى بالاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. واستضفنا معنا الشيخ الدكتور العربي البشري، رئيس دار الإفتاء في فرنسا ورئيس المجلس العلمي للمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بشاتوشينو بفرنسا. أهلا وسهلا بكم سادتي الكرام، وشكرا لكم على استجابتكم لدعوتنا. أبدأ بالأستاذ الشيخ أنيس قرقاح، ما هي المشاكل التي تعترض المسلمين في موضوع الزواج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا لا شك أن التحديات الزواج أو تحديات المجتمعات الغربية هنا تحديات كبيرة بالنسبة للشباب، سواء كانوا يعني فتيان أو فتيات. ومن أولى هذه التحديات هو هذا المجتمعات الغربية مجتمعات مفتوحة في هذه القضايا، ليس لها ضوابط يعني تحكمها في العلاقات بين الشباب، بين الرجال والنساء. فلذلك يعني كثير من العلماء هنا في أوروبا ومن الأولياء والأئمة يجتهدون في أن ينصحوا أبنائهم والمسلمون عامة أن يزوجوا أبنائهم يعني في سن مبكرة حتى لا يتركوهم عرضة
للفتنة وللوقوع في المحظور الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. لكن في هذا المجال أيضا تعترض الشباب هنا سلبيات. أول هذه السلبيات أن هؤلاء الشباب في أغلبهم والمجتمع يفرض ذلك أنه لابد يكون له سكن، لابد يكون له عمل، وبعضهم يبقى مازال في فترة الدراسة سواء كانوا من جهة البنين أو من جهة البنات. من المشكلات الكبيرة التي أيضا تعترضنا كأقلية إسلامية أنه مع الأسف، وهذه طبعا حاضرة في عند الأبناء الآباء بشكل كبير، أن بعض الآباء لا يقبلون لأبنائهم أو لبناتهم أن يتزوجوا من جنسيات أخرى أو من أصول يعني أو من أصول طبعا يعني من أصول أخرى، كأن يتزوج مثلا جزائري من مغربية أو العكس، أو من تونسية أو من مالية أو سنغالي يتزوج واحدة جزائرية أو مغربية بالرغم أنهم كلهم مواطنون فرنسيين لكن أصولهم تختلف. نعم، بالرغم أنهم كلهم مواطنون وكلهم من أبناء المجتمع، تربوا هنا، ولدوا هنا، تربوا هنا، تعلموا هنا، تخرجوا في هذا المجتمع، يعملون في هذا المجتمع، وقد تجد عندهم يعني أنشطة في المجالات الدعوية والمجالات المسجدية، يعني مجالات مشتركة في جمعيات شبابية، ولكن عندما تصل المسألة إلى قضية الزواج فمع الأسف ما زالت هذه الفكرة حاضرة عند الأبناء عند الآباء، أن كل أب يريد أن يزوج ابنته أو ابنه أن يتزوج من الأصل الذي أو من الجهة الذي هو يعني منها. يعني بعض المرات تتجاوز حتى البلد الأصلي إلى الجهة الأصلية. نعم، تتجاوز مدينة معينة منطقة معينة. نعم، فمع الأسف هذه سلبية من السلبيات. كذلك أيضا سلبية تعترض بعض إخواننا المعتنقين الجدد، المعتنقين للإسلام، قد يجدون أو بعضهم يجد صعوبات يعني كبيرة، والصعوبات عند الآباء دائما كون أنه هذا لم يكن من أصل مسلم، فأنا لا أقبل يقول لك أنه ابنتي تتزوج من إنسان لم يكن مسلما في الأصل أو لم يولد مسلم. فهذه الصعوبات أحيانا تؤدي مع الأسف أن الآباء لما يتعسفون، خاصة الأولياء لما يتعسفون في 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 استعمال يعني صلاحياتهم التي أعطاها الشرع لهم، ويكون الولي عاضلا لابنته، ففي هذه الحالة يعني قد يقع ما لا يحمد عقباه، كون أن البنت يعني تمشي تتزوج من غير رضا الولي. وهذا فقط ليس يعني الأمر لا يتعرض له فقط البنات، وإنما حتى الأبناء، أنه أحيانا الابن قد يتزوج ومن غير رضا والده، وهذا يؤدي مع الأسف إلى يعني قطع صلة الرحم. ودائما الأئمة والعلماء والمشايخ يعني في هذه البلاد يجتهدون في أن يقومون بدور توعية للمسلمين وللآباء بالذات في كون أن يخرجوا من هذه الدائرة، وأن يجتهدوا في أن لا يقطعوا الطريق وأن لا يشددوا على أبنائهم حتى لا يدفعوهم إلى الوقوع في الحرام. طبعا هذا من السلبيات الكبيرة التي تعترضنا نحن كطلبة علم، وكثير ما يتصل بنا الفتيات يعني وكذلك الأمهات يشتكين من هذه الوضعية. وهناك الحمد لله بعض المؤسسات الإسلامية يعني والمساجد والجمعيات والمراكز والمشايخ يتدخلون في إيجاد حلول يعني وسطية للخروج من هذه الإشكالات حتى لا تبقى، لأن الأسرة المسلمة هنا بشكل عام يعني معرضة لخطورة لمخاطر يعني كبيرة، حتى تعلمون أن مفهوم الأسرة الآن أصبح يعني يطرح مفهوم الأسرة المعروف عند كل الديانات وعند كل المجتمعات، أصبح الآن يعني فلسفات جديدة تطرح أنه ليس شرط أن تكون الأسرة مكونة من أب وأم، بل يمكن تكون من امرأتين أو من رجلين أو غير ذلك. فنحن يعني نريد أن الآباء أن يعوا هذه المسألة وأن لا
يكون عقبة في كيف يمر تمر التوعية بهذه حتى نتفادى هذه المشاكل؟ كيف نستطيع بأي وسيلة نستطيع توعية الآباء بتجاوز هذه النوع من الجاهلية؟ والله هذا عن طريق أولا التوعية الإيمانية وربط الإنسان بالله عز وجل، ثانيا عن طريق تعليم الأحكام الشرعية، ثالثا عن طريق الحوار والهدوء. أنا أذكر هنا في بالمناسبة مرة كنت خطيب في المدينة التي كنت أقيم فيها، ونزلت من الخطبة بعد صلاة الجمعة وكان عندي موعد استعجالي للذهاب إليه. جاءني شخص لا أعرفه، طلب مني أن أمشي معه إلى البيت، فقلت له يا أخي أنا الآن عندي إشكال وعندي موعد مستعجل مع إدارة لابد أن أمشي. فقال يا شيخ أنا اليوم ابنتي ستتزوج وزوجتي ستطلق. يا الله، فما فهمت هذه المعادلة. خير، قال أنه ابنتي كانت تشتغل، هو ليس من نفس المدينة ولكن ابنته تشتغل في المدينة، فقال ابنتي تعرفت على شاب معتنق الإسلام وأراد أن يتزوج واتصل بنا وكذا، والبنت مقتنعة بهذا، وأنا يعني خضوعا رأيت أنه لا حرج في ذلك. سألت عن الشاب، قالوا بأنه متدين من عرفه في الحي من المسلمين، ولكن الأم ترفض ذلك، قالت لزوجها إذا قبلت أن تتزوج ابنتك بهذا الرجل فطلقني قبل أن تعقد عقد زواج ابنتك. يا الله يا لطيف. فاضطررت أن ألغي موعدي وذهبت معه إلى البيت، وبعد الحوار يمكن ساعتين من الزمن، فيعني في الأخير المرأة اقتنعت، قال أنا لست موافقة على هذا الزواج، ولكن إذا أرادت ابنتي أن تتزوج يعني أنا لست راضي عن هذا، ولكن يعني تعقد عقد زواج على رأيها تتحمل مسؤوليتها وكذا. فأعتقد بأنه التوعية الشرعية والتوعية الإيمانية قبل ذلك والحوار وإقناع الأولياء أنه أبناءكم يعني ليس لهم بلد آخر غير هذا البلد، لأن بعضهم يعتقد أنه كيف أن ابنتي أزوجها من إنسان من أصول بلد آخر، أنا لما أذهب إلى البلد إلى العطلة ابنتي لن تذهب معي، فهو يفكر أن ابنته ما زالت صغيرة ما زال يعني يصحبها معه كلما ذهب إلى العطلة، فبالتالي يحتاج المسألة إلى توعية. وأعتقد بأنه الإخوة الأئمة والدعاة والعلماء يبذلون جهدا يعني طيبا في هذا، لكن أتمنى أن يكون الجهد أكبر إن شاء الله تعالى. جميل سيدي الكريم أستاذي الدكتور عربي البشري، هل لديك إضافات أو تعليقات أو زاوية أو مشاكل أخرى أو زاوية نظر أخرى لهذه المشاكل؟ تفضل أستاذي. بالسلبيات، نعم. الحقيقة أنا أثني على كل ما ذكره الأستاذ، وخصوصا أسباب هذه السلبيات وهذه المشاكل التي يعني يواجهها المسلمون في مجال الزواج وبناء الأسرة. بناء الأسرة في الحقيقة هو لا بد أن يتعلمه الشاب والشابة قبل الزواج، بل ولا بد أيضا من دورات علمية موجهة للشباب وللشابات، وربما تكون أيضا موجهة في بعض الأحيان في مثلا في المساجد وغيرها اللي هي قريبة من الآباء، تنظم لهم أيضا دورات يعني حتى تبين لهم ما هو حدود الحق الذي للأولياء. الأولياء لهم حق بدون شك، يعني نحن دائما نقول عقد الزواج هو مشترك بين المتزوجين وبين أسرتيهما، باعتبار أن العلاقة في الإسلام في الزواج لا تقوم بين رجل وامرأة، صحيح هي تقوم بينهما، ولكن في نفس الوقت يعني هي تقوم بين أسرة وأسرة. والله تعالى عندما خلق الإنسان كما قال في القرآن جعله نسبا وصهرا، يعني معناه الزواج سينشئ علاقة مصاهرة، فلا بد من أن 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 يبين للأولياء يعني إلى أين ينتهي حدود حقهم في هذه القضية، حتى لا يفتاتوا على حق أولادهم وتنشأ خصومات وينشأ عقوق وينشأ إشكالات كبيرة جدا داخل الأسرة وتحدث القطيعة. فلا بد أنه ولو كان الأولياء كبار في السن، ولو كان الأولياء يعني لم يعني ليس لهم دراسة سابقة أو شيء، لابد أن يبين لهم الحدود، هذه حدود الله سبحانه وتعالى، لا يجوز الإنسان أن يتعسف في استعمال حقه،
يعني أنا مما مر علي من 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 القصص نفس الشيء، أنه الرجل لا يريد أن يزوج ابنته لطالب علم مسلم من أصول فرنسية. نعم. هذا طالب علم، ما هو السبب؟ قلت لعله يعني في خلل في الكفاءة. نعرف بأن الكفاءة الراجح أنها في في في, في, في يعني الكفاءة في الدين، خاص من الخصال الكفاءة اللي متفق عليها. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. بالضبط. فحاولت أن يعني أن 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 أتابع هذه الحالة، وجدت بأن الأب في الحقيقة يريد أن يزوج البنت ببنت أخته الموجودة في البلاد حتى يجي نعم ببني أخته حتى يأتي به من البلاد من أجل أن يعمل له أوراق ويعمل له كذا. يعني أنت يعني حتى يعني يحصل أوراق إقامة. هذا في الحقيقة تعسف في استماع الحق. ابنتك يعني ليست صغيرة، بنت فاتت 20 سنة ومتخرجة من الجامعة، والمفروض تأخذ هي لا تريد يعني ابن أختك الذي تريد أن تفرضه عليها. ما عندك، الله ما أعطاك هذا الحق، أعطاك الحق أن تراقب العقد وتحرص على مصلحة ابنتك، من أجل ذلك استأمنك على هذا الحق، ما استأمنك على هذا الحق حتى تخدم الأوراق به لابن أختك. فيحتاج الأباء إلى هذه التوعية بل ودورات في ذلك. وكذلك أيضا الشباب الذين يتزوجون لابد من تكوينهم، لابد من إعطائهم ثقافة الزواج ما هي وكيف يبنون الأسرة وكيف تكون الأسرة مستقرة وما هي العلاقة بين عوائلهم. لأن من الإشكالات أيضا التي ترد دائما هو تدخل العائلتين حتى بعد الزواج. فتدخل العائلتين بعد الزواج في الحقيقة مما يزيد الطين بلة في كثير من الأمور. يعني هل تقصد فقط الدورات يعني في الجانب الشرعي تبين الحقوق والواجبات للأباء والأبناء، أو هناك بعض المرات الإشكال ليس إشكال ديني، هذا حتى بعد الزواج في معايير اختيار الزواج بعض المرات نختار على أساس المظاهر، بعض المرات لا نكون يعني لا نتوثق في قضية اختيار الشخص، وهناك مشاكل بعد الزواج ترجع ليس لأمور وقناعات دينية أو جهل في أمور الدين، ولكنه في عدم القدرة، يعني ليس لهم قدرة نفسية من الجانب النفسي، لا يعرفون كيف يحلون مشاكلهم. هل يعني تكون دورات مثلا في جوانب متعددة، في جوانب شرعية، في جوانب أخلاقية، في جوانب اجتماعية نفسية، في جوانب نفسية، هذا كله طبعا لابد من 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 دورة تكون متكاملة. في دورة في حل الخلافات الزوجية موجود، هذا في مهارات الآن يعني معروفة في كيف تدار الخلافات الزوجية. فأنا أقصد بأن يكون يعني هذا التكوين وتكوين موسع، لأنه في الحقيقة نحن نعيش في بلاد لابد فيها من المحافظة على الأسرة أكثر مما نحافظ على الأسرة ربما في البلاد الإسلامية، باعتبار أن الأسرة معرضة للمخاطر هنا، لأن هناك نظم من جهة صحيح وهذا شيء إيجابي تشجع على بناء الأسرة، في كثير من صناديق العائلة والمخصصات والمساعدات وكذا تساعد على بناء الأسرة، ولكن من جهة أخرى أيضا هناك نظم أيضا تؤدي في الغالب إلى التفرق والطلاق والتشتت وضيع الأولاد. فلابد من أن نرعى الأسرة رعاية يعني رعاية في الحقيقة كاملة، لأن بناء الأسرة هي الحاضن، هي الحاضن إذا شئت بعد المسجد، هي الحاضن الوحيد هنا في البلاد الإسلامية. عندنا المسجد يحضن والأسرة تحضن، ولكن المجتمع أيضا يحضن، ليحضن هما الجيران، هما الأخوال والأعمام والعمات والخالات والأجداد وكذا. هنا هذا لا يوجد، الغالب أن الإنسان يجد نفسه يعني يجب أن نحصن ذاتيا وفرديا أبناءنا وبناتنا. نعم، يعني الأسرة عندما تبنى ينبغي أن تبنى على يعني بشيء من التماسك الذي نحرص عليه يعني قبل بناء الأسرة. جميل. أستاذي الكريم أنيس، عندما نتكلم عن الزواج، هل يوجد فقط في مجتمع في معيشة المسلمين في الغرب لهذه القضية، قضية الزواج، إلا سلبيات؟ هل هناك إيجابيات؟ والله يا أستاذ صلاح أنا أريد أن أرجع قليلا إلى هذا الموضوع، ثم لا شك أنه سنتكلم إن شاء الله عن الإيجابيات.
بعض الآباء مع كل أسف يعني كما ذكرنا قبل قليل في قضية الارتباط بالبلد. احنا اكتشفنا أنه هذا إن شئت أن تسميه يعني الانغلاق في داخل الأصول، في أنه كل شخص يريد أن يزوج أبنائه من الناس اللي هم من أصل بلده أو حتى منطقته ومدينته. يحضرني هنا مثال طالبة، وهذا طبعا مع كل أسف يعني أنه بعض الأباء يعني قد يرضى أن تعيش ابنته في الحرام ولا يرضاها أن تعيش في الحلال مع شخص مع نفس الشخص ولا يفضل. فأذكر أنه مثال كان عندنا طالبين يدرسوا عندنا في المعهد في باريس في اللغة العربية. هذين الطالبين يعني شاب وشابة من أصول مغاربية لكن من بلدين مختلفين، فكان قبل أن يلتحق بالمعهد غير متدينين، غير ملتزمين بالإسلام، كانوا يعيشوا مع بعض في سقف واحد من غير زواج، علاقة خارج الزواج، علاقة خارج إطار الزواج. فلما التحق بالمعهد بعلم الوالدين، بعلم الوالدين، وكانوا يمشوا الوالدين بدون أي إشكال. فلما جاءوا إلى المعهد وسجلوا وبدأوا يدرسوا اللغة العربية، فاكتشفوا أنه هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، فاتفقا على الافتراق بعد تدينهما. البنت رجعت إلى أسرتها، والشاب كان عنده شقة، يعني مأجر شقة وعايش يعني وحده، وإحنا مرور سنة لا نعلم على هذا الأمر. هذا في نهاية السنة جاءتني طالبة، أنا جالس في المكتب، جاءت عندي وبدأت أردت قالت أريد أن أسألك سؤال. قلت لها تفضلي. فانفجرت بالبكاء، يا بنتي تفضلي، ما كانت بصعوبة ما تستطيع أن تتكلم، ما هو المشكل؟ فحكت لي القصة أنه كانت تعيش كذا كذا هي والطالب الفلاني، وكانوا كذا، وبعد ما جاءوا هنا المعهد افترقوا إلى غير ذلك. والآن قالت أنا قدمت هذا الشاب وأسرتي تعرفه، لأنه لما كنا نعيش مع بعض يعني كان يأتي عن البيت، نمشي أنا وياه للبيت، وأنا يعني كأننا متزوجين، الوالدين يعرفوا، المهم أن الناس لم تكن تعرف. فقالت أنه أنا لما عرضت على والدي أني أنا نريد أن نتزوج، يعني نمشي للبلدية نعمل عقد ونتزوج بعد ذلك على كتاب سنة رسوله، فالأب قال لها لا يمكن. أنا لم أسمع من الأب حتى أمانة. فقال إذا أردتما أن تعودا كما كنتما سابقا، علاقة خارج الزواج، لكن كون أني أنا عائلتي في البلد تسمع بأن زوجت ابنتي من شخص من أصول بلد كذا، أنا لا أقبل بهذا بهذه الدرجة. فالبنت أصرت، قالت أنا أريد أن أتزوج، ما أريد أن أبقى عايش في الحرام. فتستفتي، كانت تريد أن تقول أني أنا أريد أن أخذ رأي الشرع، ماذا إذا كان أنا عقدت عقد زواج وأبي غير راضي. فقلت لها هذا إذا كان كما تقولين والدك يعتبر عاضل، يعتبر ظالم، عاضل الأولية. فبالتالي وبالفعل يعني فعلا لما نصحناهم بالزواج في البلدية ثم الزواج بعد ذلك عملنا المعقد في المعهد، لم يحضر في هذا الزواج إلا أخوها، العائلة كلها قاطعت هذا الزواج من جهة البنت. لا يقاطعون ابنتهم في علاقة غير شرعية، ولكن يقاطعونها في زواج لأنه عرفا وعادة وتقليدا غير مقبول. مع الأسف. أستاذ فقط لو سمحت لي ممكن تكمل فقط ثم نأخذ فاصل إن شاء الله. تفضل أستاذ. فقط أنا يعني أقول إنه هذا المثال يعني كيف يمكن لأب ولأم مسلمين أن يرضوا أن ابنتهم تعيش في الحرام، هذا لا يحرجهم، ولكن يحرجهم أن عائلتهم في البلد تسمع بأن ابنتهم تزوجت من إنسان ليس من أصل بلدهم، فبالتالي هذا غير معقول. بعض الآباء أيضا يريدون أنه يتركوا بنته تمشي للدراسة أو تمشي للعمل بعد الدراسة، ولكن كونها أنها هي تقدم لهم تعرفت على شخص متدين صاحب خلق صاحب دين صاحب إيمان، لا، لابد أنه الأب أو العائلة هي التي تختار لابنتها من يعني كما هو اختير له أو كما أن أمها اختير لها،
فلا بد إذن أن الأبناء وفي هذا البلد وهم يدرسون وهم مثقفون وهم يعني وقد يكونوا أطباء قد يكونوا صيادلة قد يكونوا مهندسين لا يعتبرهم دائما صغار سواء كانوا من جهة البنات أو من جهة البنين بل الأباء هم الذين يختارون وهذا الحقيقة نعتبره ظلم كبير لهؤلاء الشباب خاصة في هذا المجتمع اللي الفتنة فيها والفساد مفتوح يعني على مصراعيه. بالرغم أننا ندرس لأبنائنا ونعلم الناس في مساجدنا أن السيدة خديجة هي التي خطبت النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة صديقتها، فعندما تفعله السيدة خديجة جميل، ولكن عندما تفعله إحدى المسلمات يصبح الأمر مستهجنا وكريها ومستكرها. أخواتي الكريمات، إخواني الكرام، ابقوا معنا في برنامجكم المسلمون في الغرب في قناة على قناة إقرأ قناتكم، فابقوا معنا، دمتم أوفياء لنا، بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم سيداتي الكريمات سادتي الكرام في برنامجكم دائما برنامج المسلمون في الغرب على قناتكم قناة إقرأ، وأرحب من جديد بضيوفنا الكرام الأستاذين الأستاذ أنيس قرقاح والأستاذ الدكتور محمد العربي البشري. أتوجه للأستاذ الشيخ أنيس قرقاح، كثيرا ما نسمع عن جدال بين بعض الناس المسلمين والعائلات عن الكلام عن ما يسميه نحن هنا عقد الحلال بعض المرات، ما معنى هذا العقد؟ هل هو عقد عرفي؟ هل هو عقد مدني؟ كيف نستطيع المسلمين أن يحصنوا هذه المؤسسة التي مؤسسة الزواج عن طريق هذه العقود؟ وما فقه العقود أصلا؟ العقد هو الارتباط شرعي وقانوني بين رجل ومرأة تحل له شرعا، وهو من العقود الأساسية في شريعتنا وفي ديننا، لذلك سماه القرآن الكريم الميثاق الغليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لا شك أن عقد الزواج هذا الميثاق الغليظ ضمن تاريخنا الإسلامي الطويل كانت له حماية، هذه الحماية صحيح العقد لم يكن موثقا ولكن العقد كان محمي حماية مجتمعية، بحيث أن لما يتم عقد بين رجل من أسرة وامرأة من أسرة فأهل البلدة أو أهل المنطقة كلهم يعني يشهدون على هذا العقد، ولذلك حتى المالكية عندهم الإشهاد يعني ليس يعني واجبا أو ليس شرط صحة إلا عند الدخول ويسمونه بالإشهار، وهذا غالبا ما يقع في بلادنا في حفلات الزواج وفي الأعراس. هذا النوع من الإشهار أو من الحماية المجتمعية في مجتمعاتنا الإسلامية لم تعد موجودة هنا في المجتمعات غير الإسلامية، بالعكس العرف السائد في المجتمعات غير الإسلامية هو العلاقة خارج الزواج مدة معينة من الزمن، سنة سنتين ثلاث أربعة أكثر من ذلك، بل حتى بعضهم يعني يأتي بأولاد لسنوات وقد يتزوج مدني وقد لا يعني قد يوثق ذلك وقد لا يوثق ذلك. فهذه هذا العرف، عرف هذه المجتمعات لا شك أنه له تأثير سلبي على أبنائنا وبناتنا في هذا المجتمع، صار لأن الأمر أصبح لم يعد مستهجنا بل بالعكس قد يكون المستهجن هو العكس، أنه كيف امرأة بمجرد ما تعرفت على الرجل يعني ولم تعيش معه تتزوج معه، هذا أصبح يعني شيء مستهجن في, 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 في المجتمعات غير الإسلامية. فالمسلمون تأثيرا لهذا الثقافة المجتمعية أصبحوا يعني يظنون أنه بما أنهم مسلمون فحتى يعني يكون الجانب الشرعي عندهم العلاقة بينهم وبين الله عز وجل يعني علاقة سليمة، فيقومون بالعقد العرفي أو ما يسمى بالحلال أو ما يسمى بالعقد الشرعي ويعيشون مع بعض لعدة سنوات.
وربما قد ينجبون أطفالا، مع الإشارة هنا إلى أن في المجتمع الغير خاصة فرنسا بالذات التي من مبادئها الدستورية الفصل بين الدين والدولة، فلا تعترف بأي عقد ديني لأي ديانة من الديانات الموجودة في فرنسا، وإنما لا تعترف إلا إذا كان العقد هذا موثقا في صادر من البلدية أو من الموثق القانوني. فمع الأسف أن المسلمين صاروا يتزوجون، بعد ذلك لما المسلم يتزوج بهذا العقد العرفي ليس هناك أي حماية قانونية لهذا العقد، بمعنى أن المرأة لن تكون محمية لو مات زوجها فلا ترث منه لأنها غير ما عندها زواج مدني. لو أن هذا الزوج يعني ظلمها أو هضم حقها أو أكل مالها أو ضربها لا تستطيع أن تشتكي أمام القضاء، لأنه القضاء يقول أنت بالنسبة لنا أنت لست متزوجة. إذا أنجبت منه أولاد ولم يعترف بهؤلاء الأولاد، القانون لا يجبره على الاعتراف بالأولاد. حصلت مثل هذه الحالات، حالات يعني بالألاف. فهو عقد يمكن الزوج من أن يستمتع بهذه المرأة بمعنى، ولكن ليس له أي كلفة، لأنه بعضهم لا يريد أن يعترف بأبنائه، لأنه لو اعترف بهم، هو لو ذهب إلى البلدية واعترف يعني واستلحق أولاده، البلدية لا تعارضه بذلك. لكن هو حتى يتخلص من المسؤولية المادية، لأنه لو اعترف بهم سيصبح من الناحية القانونية واجب عليه أن ينفق على هؤلاء الأبناء، فهو لا يريد أن يتحمل هذه المسؤولية. فاليوم يتزوج من هذه المرأة، وبعد ذلك إذا لم يعني، أنا أذكر مرة شخص جاء اتصل بي يعني وقال بأنه شخص تزوج ابنتي وأنجب منها 3 أولاد، واليوم يعني بعد فترة من الزواج 8-10 سنوات من الزواج التقى بامرأة أخرى وأخذ يعني أغراضه وذهب، فقالت له زوجته أين؟ قال لها أنا الآن صار عندي زواج آخر. فقالت له أنا زوجتك هذه أولادك طلقني يعني. قال أنا لا أعترف لا بك ولا بأولادك، أفعلي ما شئتي واذهبي مع من شئتي وسجلي الأولاد باسم من شئتي، أنا لا علاقة لي بهذا كله. يعني ضاع الأولاد بدون أب، ضاع الزوجة معلقة، لا هي من ذلك زوجة ولا هي مطلقة. الأخطر من ذلك أنه بعض النساء في مثل هذه الحالات، أنه لما يجدوا أنفسهم في مثل هذه الوضعية هذه، تروح المرأة لأنها تعجز عن أن تربي أولادها، فتذهب المرأة وقد تسلم أولادها إلى مؤسسة تابعة للدولة، وقد الدولة طبعا تضطر تعطيهم لأسر، وقد تكون من بين الأسر أسر غير مسلمة، فيتربى هؤلاء الأولاد، فيكون هؤلاء الأبوين وقعوا في جريمتين، جريمة العلاقات غير الشرعية خارج الزواج، والجريمة الثانية أنهم قد يكونوا سلموا أولادهم لأسر غير مسلمة فيتربون على غير الإسلام. فلذلك يعني هذا العقد هذا الحقيقة يعني الشرعي، أنا أقول أنه إذا لم يسبقه عقد قانوني قبل ذلك فهذا العقد هذا أنا لا أراه صحيحا، لأنه فيه خلل كبير ويجعل هذا، ونحن نرى الآن يتلاعب الناس يتلاعبون بأعراض المسلمات بسبب هذا. مع العلم أيضا، وهذا لابد من التأكيد عليه، أن القانون الفرنسي يمنع أي عقد ديني إن لم يكن هناك عقد مدني قبل ذلك. القانون الفرنسي، قانون العقوبات الفرنسي، يقول أنه أي رجل دين يجري عقد ديني وليس هناك عقد يعني مدني قبله، إذا وصلت القضية إلى المحكمة هذا رجل الدين سواء كان مسلم ولا يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا من أي ديانة كان، القانون القضاء القاضي يحكم عليه يعني 6 أشهر سجن نافذ وغرامة مالية قد تصل إلى 7500 يورو. هل حصل هذا الأمر لأحد الأئمة مثلا أو أحد حصل هذا الأمر؟ أنا سمعت قبل سنتين اتصلوا بي بعض، اتصلت بي أحد الجمعيات أن إمامهم جاء من أحد البلاد الإسلامية وهو جديد في البلد لا معرفة له بالقانون، فيعني بعد شهر أو شهرين من الوصول أجرى عقد، ثم تطور الأمر العقد هذا يعني وليس هناك عقد مدني، فوصل الأمر إلى القضاء، العائلة اشتكت إلى القضاء، من الذي عقد ذلك؟ استدعوا الإمام، وبالمحامين وبالجمعية دافعت وأن الرجل يعني غريب على المجتمع يجهل القانون وكذا وكذا وكذا، فالمحكمة حكمت عليه بغرامة مالية أظن 3000 أورو أو بين 1000 إلى 3000 أورو وسجن لمدة شهر غير نافذ. أستاذ الدكتور الشيخ العربي،
هل يعتبر عقد زواج في الإسلام إذا لم يملك سلطة الإكراه؟ بمعنى إذا لم يحفظ حقوق الأبناء وحقوق كلا الزوجين ويوجبه عليهما كذلك أن يتحمل مسؤوليتهما، هل هذا هل العقد لا يحمل هذا سلطة الإكراه والإجبار وحمل الأزواج على المسؤولية؟ هل هذا يعتبر عقد شرعي؟ حقيقة يعني العقد يعني لا يشترط فيه أن يكون دائما أن تجريه سلطة، هذا من ناحية الأصلية، يعني من ناحية الأصل أن عقد الزواج هو عقد كسائر العقود التي يعني الشرع ما ألزم فيها بغير التوثيق التقليدي اللي هو إما عن طريق الإشهاد على العقد أو عن طريق الإعلان، هذا هو الأصل. مخالفة هذا الأصل صعبة إلى حد اليوم، يعني وأنا يعني قد لا أتفق مع الأستاذنا يعني الأستاذ أنيس في هذه القضية، يعني القول بأن العقد باطل إذا لم يوثق يعني هذا صعب القول به الحقيقة، أنا أتقصى. ممكن أن يقال بأنه العقد يعني من الناحية الشرعية يصح ولكن لا يجوز الإقدام عليه باعتبار أنه لا يحفظ الحقوق، لا يجوز الإقدام ككثير من المعاملات في الإسلام التي يعني الإقدام عليها حرام، لكن إن وقعت يعني نفذت تقع صحيحة، وهذا موجود كثير. لماذا؟ لأنه وخاصة إذا اعتبرنا بأن الإشهاد ليس شرطا في صحة العقد، إذا كان الشهود في حد ذاتهم ليس شرط في صحة العقد كما هو الأمر مثلا عند المالكية، عندهم الإشهاد هو شرط تمام وليس شرط صحة، يستحب عند العقد ويؤمر به عند الدخول. فإذا كان الإشهاد في حد ذاته ليس شرط صحة فكيف يكون التوثيق شرط صحة؟ يعني من ناحية الفقهية هذه ما تقدرش تلقى لها يعني كل ما يترتب عليه من ضياع الحقوق وكذا وهذا، هذا كل ممكن أن نجرمه ونؤثمه ونقول هذا لا يجوز ويعني صاحبه يرتكب جرما كبيرا في حق الآخر وكذا. أليس الأحكام بمآلاتها؟ ما إذا ما كان هذا العقد في حد ذاته صحيح لذاته يعني جائز، إذا كانت مآلاته لمفاسد كما يقول الإمام الشاطبي، يعني أليس ألا يقول لا يجوز الإقدام عليه؟ هذا هو المعنى، يحرم الإقدام عليه بالضبط مثل قول الفقهاء. ما الفرق بين هذا الرأي والرأي الذي يقول به الشيخ أنيس؟ الفرق هو أنه هناك حكم وضعي وحكم تكليفي، الحكم البحث في الحكم التكليفي هو نبحث في الفعل، هل الفعل هذا جائز ولا غير جائز، حرام ولا حلال. الحكم الوضعي هو اللي يبحث في الصحة والبطلان، ففي فرق بين المبحثين. إذا الشرع عندما يعلق بالنسبة للحكم الوضعي، ما معنى الحكم الوضعي؟ معناه أن الشرع علق الصحة على وجود الصيغة، يعني على وجود أركان العقد، فإذا وجدت أركان العقد العقد صحيح. وجد صحيح. إذا اختل ركن من أركان العقد أو شرط من شروط الأركان، هنا نقول نعم أنه العقد باطل أو العقد فاسد، يعني كما هو الفرق عند الأحناف بين البطلان والفساد. لكن بالنسبة للتوثيق يعني هو إجراء ممكن يفرضه السياسة الشرعية، قد تفرض الآن مثلا السياسة الشرعية تقصد السلطان؟ السلطان يعني في القوانين الدول الإسلامية الآن مثلا كلها مبتلات بمشكل الزواج العرفي في الواقع الغربي، الزواج العرفي موجود في البلاد الإسلامية في كل بدون استثناء، في بعض البلاد الإسلامية ما عندها مشكلة في الزواج العرفي، أصلا الزواج عندها عرفي، في بعض البلاد عندها يعني موقف من الزواج العرفي. يعني لا أعتقد بأن هناك قانون من القوانين وصل إلى القول بأن الزواج العرفي باطل، يمكن يعاقب عليه القانون باعتبار أنه لا يجوز الإقدام عليه، يمكن أن يغرم ماليا، يمكن أن يزن من فعله، يمكن كذا. المشكلة أنه حتى في قضية كخلاصة أستاذ يعني قضية السلطة القانون عندما نقول القانون الفرنسي يعاقب عليه، الناس مات لو ما عادوا محتاجين لرجل دين، ليس في الإسلام رجل دين، نقول لك العقد يجري بين شخصين، بين واحد يزوج بنته الواحد ويجري العقد في داخل الأسرة ولا تعرف، لما نمشي أمام القانون يقول احنا مش متزوجين،
هذا الزواج الشرعي أنتم لا تعترفون به، هذا شيء آخر، هذا كذا هذا كذا، فيه مشكلة في الحقيقة، فيه هناك مشكلة. أستاذ أنا حقيقة يعني أنا واقع المسلمين هناك يعني ضحايا يعني المئات والآلاف من الأبناء ومن الأزواج والزوجات. نعم، المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث إلى حد الآن ما وجدش حل لهذه القضية، درسها عدة مرات ولم يجد فيها حلا. يعني الزواج العرفي هذا جائز؟ خلنا نقول لك الإشكال أين هو الإشكال. حتى يعني حتى الآن لو 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 فرضنا أنه أيضا الناس كلهم امتثلوا لما نقول، أنا لا أقر طبعا الزواج العرفي ولا أقر ما من يتعاطاه ولا أقر، أنا أبحث في مشكلة وأبحث عن حل. لو اقتنعنا أقنعنا كل الناس بأنه لا تفعلوا الزواج العرفي إلا بعد الزواج المدني، طيب هل من الناحية الشرعية يمكن أن نجمع أو أن نجمع بين عقدين في قضية في محل واحد؟ عقد الزواج عندما تتزوج تقول زوجتك على سنة الله ورسوله، وعندما تروح للعقد المدني تقول تزوجتك على ما يقتضيه القانون الفرنسي مثلا. إن شاء الله. طيب عند الخلاف ماذا نطبق؟ نطبق القانون الفرنسي ولا نطبق القانون الإسلامي؟ هذه مشكلة حتى من الناحية القانونية، يحتاج القانون أصلا ومن يحكم بالقانون أن 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 يعو بأن الزواج في الإسلام ليس كهنوتي مثل في الكنيسة. لا، الزواج في الإسلام تترتب عليه حقوق وواجبات، يعني هناك شيء اسمه أحكام العقد، أي الأحكام المترتبة على العقد. جميل. الأحكام المترتبة على العقد العرفي والأحكام المترتبة على العقد المدني يختلفان في نقاط كثيرة. فإذا عند الخلاف ماذا نطبق؟ كثيرا ما تقول الزوجة أن نحب نطبق القانون الفرنسي، يقول الرجل أنا تزوجتك على سنة الله ورسوله وطبقنا نطبق القانون الشرعي، ماذا نفعل؟ ما يتحلش المشكلة. كان فيه اقتراح، أنا اقترحت اقتراح على المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، وهو أننا نحاول أن نبحث بين شرعيين وقانونيين، نبحث عن المتناقضات التي قد توجد بين الأحكام الشرعية السائدة التي تطبق في المذاهب المختلفة وبين أحكام العقد في القانون الفرنسي. هذه النقاط اللي فيها تناقض نحاول أن نجمعها ونقرب بينها، وهذا في اعتقادي ممكن، لأن الكثير من الأشياء التي ينص عليها القانون الفرنسي قد نجد لها بعض الحلول في إطار الشريعة وفي إطار أقوال الفقهاء. جميل. فإذا جمعنا، بس نكمل هذا، إذا جمعنا بين 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 الأمرين وأصبح عندنا مسطرة تجمع بين أحكام العقد في الشريعة وأحكام العقد في القانون الفرنسي، عندها نجمع هذه الأحكام في وثيقة، نصبح نسميها وثيقة زواج، لأن القانون يبيح أن الإنسان يتزوج بوثيقة، يعني يسموه المغياج avec contrat. هذه الوثيقة يتفق عليها عند الموثق، تأخذ أي موثق تقول له أنا حاب نتزوج ولكن نتزوج بعقد أو بوثيقة، نتفق اتفاقية، نتفق عليها الطرفان بعيدا عن القانون، بعيد هذا أولا قبل أن نذهب إلى البلدية، فنوقع على هذه الوثيقة، معناه إذا اختلفنا نحكم هذه الوثيقة. فعندها نذهب إلى البلدية ونوثق العقد، وتصبح ما نحتاج إلى بعد ذلك إلى العقد العرفي هذا أصلا، لأن الوثيقة أصبحت هي العقد الحقيقي، ليس عقدا. الذهاب إلى البلدية وفقط من أجل تثبيتها وتوثيقها. جميل. أنا عندي سؤال ولكن سوف أتركه بعد الفاصل. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، نعود لكم بعد الفاصل، ابقوا معنا في برنامجكم برنامج المسلمون في الغرب، دمتم أوفياء لنا على قناتكم قناة إقرأ. أهلا وسهلا بكم سيداتي الكريمات سادتي الكرام في برنامجكم دائما برنامج المسلمون في الغرب على قناتكم قناة إقرأ. نعود لمشايخنا وضيوفنا الكرام، أبدأ بالأستاذ أنيس قرقاح، مرحبا بك دائما في برنامجنا أستاذ، ودمت ضيفا وفيا لنا وضيفا عزيزا علينا. أستاذ، لو تعطي توضيحات أكبر أو أكثر على هذا الفصل، الفرق بين العقد ما يسمى مدني وعقد عرفي شرعي، الأمر قد يكون ليس بالوضوح التي نتخيله عند مشاهدينا وعند المسلمين من يستمعون إلينا ويروننا في الغرب. يعني كما أشرنا قبل قليل، قلنا بأن العقد العرفي هنا في فرنسا أو العقد الديني بشكل عام هو عقد يعني غير معترف به من الجهات الرسمية،
بل الجهات الرسمية كما أوضحنا تعاقب على من يجريه إن لم يكن هناك عقد مدني سبقه. فأنا الحقيقة لا أرى صحة هذا العقد. لماذا؟ لأنه أولا من جهة أن هذا البلد نحن دخلناها برضا منا، وبالتالي تبعا لذلك احنا موافقون على القوانين التي يعني تصدر او صدرت في هذا البلد، ويجب للمسلمين ان نلتزم بها. المجلس الاوروبي للافتاء والبحوث في كل بياناته الختاميه يدعو المسلمين الالتزام بقوانين البلاد التي يقطنون فيها. ثم ايضا ما يظهر في الواقع ان هذا العقد العرفي او العقد الديني مع الأسف يعني مفاسده أصبحت يعني كبيرة لا تحصى. ثم أصبح مثل قضية عدم الاعتراف بالأولاد، مثل قضية إذا مات الزوج المرأة ليس لها حق في الميراث لأنه الرجل لا يريد أن يعترف لها بالأولاد حتى لا يتحمل مسؤولية النفقة، لا يريد أن يتزوج حتى لا ينفق أيضا على زوجته لأن القانون يجبره على النفقة هنا وعلى الأقل نصف النفقة، لا يريد أن يعطيها من الميراث ولا يكتب لها وصية لأنه كل هذا بالنسبة له تهرب، فيعني في مغانم وليست هناك يعني مغانم. إضافة إلى يعني مفاسد أخرى كما قلنا قبل قليل، يمكن يمشي يتزوج ويخليها معلقة، هذه المرأة لما تبقى معلقة يعني من سيطلقها؟ إذن عندنا امرأة متزوجة زواج عرفي أو زواج ديني ثم زوجها تركها دون أن يتلفظ لها بالطلاق، ليس لأحد أن يأتي وأن يطلقها لأنه إحنا ما عندنا سلطة يعني إلزامية، وربما لو طلقتها قد يرفع بك رجل شكوى وقد قد يؤذيك وقد يضرك. فبالتالي نحن نقول انه لا بد انه هذا العقد وهذا الاشكال ان يتوقف، لانه اصبح مع كل اسف اصبح يستغل لانتهاك حرمه المؤمنات وبعض الحالات المؤمنين نعم. وبالتالي فلا يمكن ان أن الشريعة بروحها بمقاصدها بمآلاتها لا يمكن أن تقبل أن تكون هذه المفسدة من الدين، حفظ النسل وحفظ العرض أبدا. أنا هذا الذي صحيح المجلس الأوروبي لم يقتنع بعد بهذا الكلام هذا، ولكن أنا أقول بأن المؤسسات الإسلامية في أوروبا في هذه البلاد فيما يتعلق بخصوصيات المسلمين هي تقوم مقام أولي الأمر، مقام الحاكم المسلم فيما يتعلق، يعني لا أقول أن تكون بديلا للحكم في هذه البلاد القوانين ولكن فيما يتعلق بالخصوصيات الدينية في المؤسسات الإسلامية أنا أرى أنها هي تقوم مقام الحاكم المسلم، مقام السلطان، مقام الولي. عمر رضي الله عنه لما رأى يعني الإسراف في مغالاة المهور حاول أن يحدد هذا يحدد المهور، وإن كان يعني غولب يعني في 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 أو انهزم في المحاجة التي تمت بينه وبين المرأة، لكن مع ذلك أرى بأن عمر انطلق في موقف هذا من 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 المقاصد الشرعية الصحيحة، من نظر المقاصد الصحيح لهذا يعني الأمر. الموازنة بين مفسدتين، بين مفسدة غلاء المهور التي تؤدي إلى عدم إقبال الناس على الزواج وإقبال الناس على الفاحشة، وبين تحديد سقف. احنا يا سيدي وجدنا انه بعض يعني إجراء هذا العقد، هذا العقد الديني هذا، انه وجدنا احيانا امرأة متزوجة برجلين في وقت واحد. كيف أستاذ؟ لأنه إما أن زوجها ذهب عليها ولم يطلقها، كانت متزوجة بعقد عرفي يعني. بعقد عرفي، وإما أنها متزوجة بعقد مدني ثم أنها هي في حال الطلاق بينها وبين زوجها، أو زوجها تلفظ لها بالطلاق وهم مختلفين على تقسيم الممتلكات، والطلاق في حالة الخلاف فرنسا يبقى ربما سنوات حتى تقتص إلى 5 سنوات فأكثر، قضائيا الطلاق لم ينفذ. فأنا أفتو لها بما أن زوجك يعني قد طلقك فأنت أصبحت في حل، فراح تزوجت زواج عرفي فأصبحت عندها زوجين، زواج مدني وزواج ديني. وإذا أنجبت من هذا الثاني بمن يكتب الأسماء؟ لا نعلم. إذا أنجبت من الزوج، الأصل في الشريعة إذا قلنا بأنه عندها زواج يعني مدني وديني قبل ذلك فالأصل أن الوالد للفراش وللعاهر الحجر، ولكن لو أنجبت من الثاني تستطيع هي حتى إذا كان زوجها الثاني هذا يعني حملت منه ثم ذهب عنها، تستطيع بما أنه عندها عقد
بلدي وعندها يعني دفتر عائلي يمكن أن تذهب للبلدية وأن توثق هذا العقد هذا باسم زوجها الأول. فلذلك يعني إحنا لو نبقى نعدد في هذه المفاسد يعني كبيرة وكبيرة جدا. وإن كان يعني أخي الدكتور الشيخ العربي يعني ربما يخالفني في هذا، ولكن أنا أقبل مخالفته، ولكن أنا ما زلت على رأي في هذه القضية، لأن أرى بأن المفاسد كبيرة وعظيمة ومن حقه أن يخالف. أنا حقيقة مسرور بنقاشكم شيخي الكريم وأستاذي الكريمين على هذا الرقي في الحوار وفي بالحجة والدليل وبهذه الهدوء وبهذه اللباقة واللياقة. أمر لك أستاذي الكريم الأستاذ العربي، لم تبقى فقط في برنامج يعني في برنامج لخمسة دقائق، أعطيك الكلمة حتى توضح لنا الأمور أكثر في أمر هذين العقدين وواقع المسلمين في ذلك. أنا لست مختلف مع الأستاذ أخي الأستاذ أنيس، نحن متفقين في كل شيء. نحن ربما يعني في شيء واحد لنختلف فيه، هو أنني أنا أعتقد بأن الصحة والبطلان هذا من خطاب الوضع. من خطاب الوضع معناه هي من وضع الشارع، ليس لأحد أن يضع أشياء أو أن يضع يعني علامات أو أسباب وتترتب عليها مسببات لهي الصحة أو البطلان. هذا 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 كلام يعني لا نستطيع أن نعترض عليه. يعني ما أنا لا أرى كيف يمكن أن نعترض على هذا الكلام. يعني حتى لو كان احنا متفقين في كل المفاسد التي ذكرها أخي أستاذ أنيس، أنا متفق معها فيها بدون شك ولا أقر كما قلت. لكن تخوف الأستاذ ومحاولة يعني حل هذه المشكلة عن طريق القول بفساد العقد، أعتقد بأن هذا يعني لا يساعد عليه الدليل. يكفي فيه أن نؤثم ونجرم من يقدم عليه، يعني من يتعاطى. لأنك عندما تقول يعني مش معناه إذا قلنا حرام هذا شيء بسيط، لا، الحرام شيء كبير، والحرام يوزن بدرجة المفسدة. عندما الإنسان ينكر أولاده ظلما وعدوانا، عندما الإنسان يتزوج بامرأة عرفي ثم يذهب عنها ويخليها كالمعلقة، لا هو طلقها ولا هو عاش معها كالزوج، ويقصد ذلك حكم باب سد الذريعة. يعني يقصد سد الذريعة يمشي في الحكم التكليفي مو في الحكم الوضعي، هذا قصدي. حتى عند المالكية ابتداء لا الحكم الوضعي، الحكم الوضعي الصحة والبطلان هذه لها فيها معيار، إذا وجد المعيار وجدت الصحة. الله علق الشرع علق الصحة والبطلان على توفر الأركان بس، ما علقهاش على شيء آخر. ولو اختلفت الأركان بين المذاهب أستاذ، المفاسد هذه الله يبتلي بها الخلق، الذي ارتكب حراما سيجازى عليه يوم القيامة. ينبغي أن يغلظ على الناس بهذه القضية ويقال لهم بأنه من الظلم العظيم أن يذهب الإنسان يتزوج بامرأة ويتركها معلقة. أستاذ أحكام الشريعة هي برعاية المصالح، ولو رعاية مصالح العباد ماشي، ورعاية المصالح أنا لا أختلف في أنها ترعى المصالح. يعني نحن كل ما نقول مضر المفاسد عندما يعني نقول بأنه حرام، نحن راعين المصالح وراعين المفاسد. لماذا قلنا بأنه يحرم الإقدام عليه؟ يحرم الإقدام على العقد العرفي، على العقد العرفي. يعني لا يجوز لأحد إمام أن يعقده، حرام عليه أن يعقده اليوم في بلادنا هذه، لما يؤدي إليه من المفاسد التي ذكرها الأستاذ. والحرمة هذه ليست شيء بسيط، ينبغي أن نعظم في نفوس الناس حرمات الله، ينبغي أن نعظم في نفوس الناس معنى أن الإنسان يظلم، أن يظلم أولاده، يظلم زوجته، يظلم أولياء زوجته، يتلاعب يعني بهذه المؤسسة اللي هي مؤسسة الأسرة، هذا ظلم عظيم، كيف يتحمله الإنسان؟ يعني تعطينا مثال مماثل يعني قياسا يعني على مثال آخر يعني في قضية هذه لا يجوز الإقدام عليه. كثير من العقود مثال بسيط في دقيقتين، يعني فيه ضابط أصلا كل العقود المنهي عنها بسبب فساد. إذا كان الفساد من داخل العقد معناه الفساد النهي يدل على فساد المنهي عنه، بمعنى أن العقد باطل أو فاسد. لماذا؟ لأن الفساد من داخل العقد، من جوهر العقد، يعني في أركان العقد، في ماهية العقد. أما إذا كان الفساد من خارج، إذا كان الفساد من خارج فيكون النهي يقتضي التحريم، ولكن المعاملة أو العقد صحيح. لماذا؟ لأن أركانه سليمة. مثال على ذلك مثلا، هذه القضية قد يختلف فيها الفقهاء، لكن جمهور الفقهاء مثلا على أن البيع أثناء صلاة الجمعة حرام،
حكمه التكليفي التحريم، ولكن إذا وقع فهو صحيح. إذا وقع العقد، إذا وقع العقد، ولكن عملية العقد حلا جائز؟ نعم، يعني لا، معنى العقد صحيح، صحيح معناها لازم، صحيح معناها يلزم، يعني معناها دخلت السلعة في ملك المشتري ودخل الثمن في 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 ملك البائع. آه جميل. هذا معنى، معناه صحيح، يعني معنى الكلام حتى في كل يعني، ولكن فعل البيع أثناء هذا المسح حرام، لأن كلام أخي أنيس معناه أنه الإنسان إذا عقد عقد عرفي وهو يعلم أن هذا العقد العرفي، والعلماء يفتون بأنه باطل على رأي أخي أنيس، معناه أن يعني علاقتهم علاقة محرمة، هذا صعب أن يقال، يعني معنى العلاقة فيه أصبحت مهمة، لا يحل الزوجة لزوجها، هذا الحل هو بيد الله، هو الذي رتب، هو قال الحل بأنه إذا توفرت هذه الأركان فالعلاقة حلال، ولا نستطيع نحن أن نقول بعد ذلك لا، هو توفرت الأركان ولكن العلاقة ليست حلال. ولذلك يعني هذا ممكن يمنع من السياسة الشرعية، بمعنى أنه الدولة في أن يمكن أن تقول ممنوع أن يجرى هذا العقد، وقالت به كثير من الدول، ومن أجرى هذا العقد يعاقب، مثل ما يقول القانون الفرنسي أيضا نفس الشيء، قوانين حتى في البلد الإسلامية يعني. فأنا يعني أريد أن أقول بأنه المشكلة حتى لو الآن جمعنا بين العقد العرفي والعقد المدني يعني ما حليناش المشكلة، بدليل أنه في إشكالات في قضية الجمع بين العقدين، عندما يحدث الخلاف ماذا نطبق؟ هل نطبق أحكام الشريعة أم نطبق أحكام القانون؟ في مشكلة عندما نجمع بين العقدين، امرأة الآن يعني طلقها زوجها، متزوجها عرفي ومتزوجها أيضا مدني، طلقها زوجها، هل طلاقه هذا يقع أم لا يقع؟ المرأة طلقها القاضي وقام الزوج قال أنا لا، أنا ما طلقت زوجتي، في مشكلة يعني. وذلك أنا قلت هذا معنى قولي من قبل بأنه ما يمكنش يعني نقرن بين عقدين في محل واحد. أستاذ باختصار، هل يجوز الإقدام من طرف إمام على عقد عرفي لزواج بين شخصين لم يسبقهما عقد مدني؟ لا يجوز. لا يجوز. جميل أستاذ. أستاذ كلمة في 30 ثانية لأن انتهى للأسف. نعم، 30 ثانية. أنا فقط أريد أن أقول أنه الشيء اللي تفضل بها أخي الشيخ العربي من قضية الأركان والشروط، الفقهاء عندهم خلاف كبير في قضية الأحناف، ليس لهم إلا ركن واحد هو الإجاب والقبول فقط في عقد الزواج. ومثلا المهر هناك من يراه بأنه ركن من الأركان، فأنا أقول بأن العقد المدني يعني فيه شرطين أساسيين وهما الشاهدين والإجاب والقبول، وهذان الشرطان الفقهاء موجودين عندهم. الولي إذا أراد أن يحضر زواج ابنته معناها أنه أصبح موافق على هذا الأمر هذا. فلذلك أنا أرى الحقيقة أنه ليس هناك تعارض في العقد المدني، يتوفر الشاهدين نعم الشاهدين والإجاب والقبول والولي. قصدي بالتعارض هو ما يترتب على العقد من أحكام، في أحكام تترتب على العقد. هل يجب يعني الإسلام؟ فالأحكام المترتبة ليس في الأحكام العقد اللي هي الشروط والأركان، لا، أنا أتكلم عن الأحكام المترتبة على العقد. فمثلا نعم، الطلاق بيد الرجل في الشرع، لكن الطلاق بالنسبة للقانون هو في يد القاضي. جميل. وغير ذلك من الأحكام. أنا أحصيت الأحكام عشرة أحكام تختلف بين الشريعة والقانون. والله يا أساتذة الكرام وضيوف الأعزاء، أنا حقيقة قبل أن يستمتع مشاهدي أنا استمتعت حقيقة بهذه الوجبة الدسمة من النقاش الفقهي والعلمي وهذه اللياقة والأداب واللباقة التي أمتعتمون بها. نشكركم على استجابتكم لدعوتنا، ونشكر مشاهدينا الكرام على متابعتهم، وداموا أوفياء لنا في برنامجنا برنامج المسلمون في الغرب على قناتكم قناة اقرأ. دمتم أوفياء لنا. أهلا وسهلا بكم سادتي الكرام سيداتي الكريمات من جديد في برنامجكم برنامج المسلمون في الغرب. كما استمعتم من المختصين في العلم الشرعي الذي كان ضيفينا في برنامجنا اليوم، إن مشاكل الزواج بالنسبة للأسر المسلمة في الغرب تبدأ قبل الزواج. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. إلا أن بعض المسلمين
القادمين إلى الغرب جاءوا معهم ببعض الموروثات والتقاليد البالية التي توجب على المرأة أو على الرجل أن يتزوج بغربي هنا، ولكنه يجب أن يكون من نفس الأصول ونفس البلد الأصلي، بل وصل البعض أن يكون من نفس المدينة، ووصل البعض أن يكون من نفس العائلة، لكن هذا يعارض الدين الإسلامي. فالشرطان اللذان وضعهما النبي صلى الله عليه وسلم هي موضوع الدين وموضوع الخلق. ينضاف إلى ذلك عدم اعتماد المسلمين على توثيق العقود. في معظم البلدان الغربية لا يعترف القانون بالعقود العرفية. مع لجوء بعض المسلمين إلى هذه العقود العرفية تنتج مشاكل كبيرة وعويصة. فقد يموت أحد الزوجين ويترك زوجة حاملة فيلد ولد بغير اسم، فلا يحق لها لهذه المرأة بحكم القانون لا الميراث ولا أن تحمل اسم هذا الرجل. هذه بعض المشاكل وغيرها مما سبب عوائق وصعوبات كثيرة للأسر المسلمة في الغرب. كانت هذه هي حصتنا اليوم حول موضوع تحديات الزواج بالنسبة للأسر المسلمة في الغرب، ونضرب لكم موعدا جديدا في حلقة جديدة وموضوع جديد دائما في برنامجكم برنامج المسلمون في الغرب على قناتكم قناة اقرأ. دمتم أوفياء لنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.